अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी كومبلكسيتي معناها كم الخط تاعك اخذ وقت تمام الاقدام شوي بس بتاخذ على ستاتس شوي مثلا السؤال شلون اخذ اكسبت تمام انتم كنتوا تاخذوا رونج انسر حكيتكم ايش يعني رونج انسر رونج انسر معناها حلك ما كان متطابق مع حل لا هون اخذت تعبيرات اكسيد على التست 10 تمام هاي معناها انه كود لو طلع هذا السؤال او كل سؤال فيه فوق عندك عدد معين من الثواني بس ما لك تستخدمه هون عندك ثانيتين، إذا كودك اشتغل أكثر من ثانيتين على أي كيس من الكيسات اللي بتطابق هاي الشروط معناها كيس معناها كودك بطيء تمام؟ فإحنا غير إنه نكتب كود صح بنكتب كود سريع تمام؟ فإذا تعدى كودك ثانيتين على أي وحدة حيعطيك ثانية من تكسير عشان هيك بدنا دائما نكتب كود سريع طب كم الثانية بتعمل خطوات بالسي بلس بلس؟ بتعمل حوالي 10 قوة 8 بالكثير يعني تقريبا 8 ضرب 10 قوة 7 او 10 قوة 8 تمام؟ يعني عملت فور لوب من 1 ل 10 قوة 8 وعملت سبمت تاخذ اكسبت عملت هذا 10 قوة 9 حيعمل تايم ليميت لانه مش حيعدي الثاني تمام؟ فلو انت عندك فور لوب تمشي اكثر من 10 قوة 8 حركات فاعرف انه قدرك بطيء ما حيعدي تمام؟ هلا ليش قبل ما حكيناش عن الكومبلكسيتي؟ لانه بدنا نحل اشياء بسيطه هلا بدنا نحكي عن الكومبلكسيتي لانه لقدام شوي لازم تحسب الكومبلكسيتي لكل شيء تمام راح اعطيكم بس امثله بسيطه على كل وحده تعمل الكومبلكسيتي تاعتها لما تعمل اف ستيتمنت ايش بالضبط ايش بالضبط بتسوي حطيناها عرفت كمان اريد مش بس بدنا نعمل بير لا البير كشيء اسمه بير عباره عن قيمتين مع بعض انا بتعرف انتجر اي انتجر اي بتاخذ قيمه واحده خمسه بير اوف اي بياخذ اي اوف فيرست و اي فيرست و اي سكند اي فيرست اي سكند ما بتقيم ما بتقيم يكون عندك اصلا انت بدايه انت بدك تعملهم بير بتعملهم ديفينيشن من البدايه في الاول بتكون عارف انه هو اصلا بير تمام السؤال هنا خلال الحالة تعمل تدريب صعب هاي جملة شايف هاي جملة هي هاي عدد صوت ليش هل البير نفس الحالة بيعملك على الأولى إذا تساوت يعني الفيرست مع الفيرست تساوي بروح السنة تمام؟ شوف في البداية راسب على الفيرست طيب هلا التايم اللي بتاخذه عشان تفحص اف ستيتمنت هو خطوة واحدة هلا خطوة واحدة معناها يعني عشان تتعود كمعنى كلمة كومبلكسيتي بتقولها او اوف بي يعني او اوف خمسة معناها بتاخذ خمس حركات او اوف الف معناها الف حركة فالحركة الاف ستيتمنت بتاخذ او اوف 1 تمام؟ بتاخذ خطوة واحدة تمشي دور من واحد لان بتاخذ تمام او من صفر لان تمام؟ فهاي حتكون او اوف ان فبس المثال سريع لو كانت هون الان 10 قوة 9 السؤال حكيت انها 10 قوة 9 انك تعمل فور لوب زي هيك فهذا ابدا مش صحيح لانه خلاص انت عارف انك تاخذ تاني تمام؟ هلا بهاي الحالة شوفوا الفرق بين هاي وهاي انه هون بحكي لك بلس ايكوال تو بلس ايكوال تو معناها انت حتمشي مش ان حتمشي نص ال صح؟ فلو كانت الان الان مثلا كانت 10 قوة 9 حتمشي انت 5 ضرب 10 قوة 8 صح؟ هلا بس ملاحظة لما يحكي لك اوف ان تقسيم 2 شغلات القسمة البسيطة زي هيك تقسيم 2 تقسيم 1 تقسيم 3 زي اشياء زي هيك او 2 ان او 3 ان هاي الشغلات كلها ما بتعامل معها لما يحكي لك 2 ان معناها او اوف ان 3 ان او اوف ان ان على 2 برضه او اوف ان ليه؟ لانه الان مش كثير تفرق عن 2 اذا يعني باختصار اذا مشى يعني لحد 10 قوة 6 فهو حيمشي 2 ضرب 10 قوة 6 تمام؟ هلا على ارقام كبيره بتفرق فانا واحد ممكن يحكي لك انا الكومبلكسيتي بتاعتي 10 قوة 8 بس سريعه ليه؟ لانه بتكون فيها كثير قسمات وشغلات زي هيك
بس بشكل عام بالنسبه لك كم كومبلكستي ما بتحكي له تقسيم اثنين وضرب اثنين وكذا تمام؟ لو كتبت الكومبلكس بتاع هدول الاثنين مع بعض بدك تحكي لي ان زائد ان على اثنين صح؟ لانه الاثنين مع بعض هاي ان وهي ان على اثنين فلا الكومبلكستي كانت بتعتبر برضه ان مش ان على اثنين ولا ان تمام؟ ولا ان زائد ان على اثنين هلا هاي لوب جوا لوب، اللوب الاولى انا عملتها بالعكس انه ان ناقص واحد بعدين اي اكبر من صفر صفر اي ماينس ماينس يعني يمشي بالعكس من ان لصفر وهي عملتها من صفر لان بس هم الاثنين جوا بعض تمام؟ فلوب جوا لوب اللي هي نستد لوب بتكون الكومبلكس تبعتها طرف يعني هلا هاي اللوب وهاي اللوب مره بعض فهاي لحالها ان وهاي لحالها ان مجموعهم اثنين ان صح؟ لما هدول الاثنين جوا بعض جوا بعض بيكونوا ضرب بالجمع تمام؟ فهاي ان وهاي ان بتكون ان تربيع تمام؟ لو تصبح انت اي وجي فعليا لو كانت الان 10 هيطلع لك من 0 ل 9 من 0 ل 9 يعني هيطلع لك 100 رقم فعليا تمام؟ وكونها هيطلع لك 100 رقم فهي فعليا هاي هي ان تربيع فهاي اللوبتين مع بعض ان تربيع لو كانت هون الان 10 و 3 يعني 1000 ال 10 و 3 تربيع يعني 10 و 6 صح؟ 10 و 6 اقل من 10 و 8 اللي حكينا عنها فمنطقي اعمل لوب زي هيك بس لو كانت الان 10 و 5 بهيك مثال حكيت لك اعمل انت طلع لك حل انه اعمل تربيع يعني ان لوب جوا لوب فهي تاخذ ان تربيع يعني 10 و 10 صح؟ فلو كان 10 و 5 اوعى تفكر بحل زي هيك انه ان ضرب ان تمام؟ تفكر بحل اسهل هاي نفس الشيء هاي بس بدل ما تبلش من صفر حتبلش من اي يعني انت اول لوب حتمشي من صفر ل 10 ثاني وحده من 1 ل 10 ثاني من 2 ل 10 من 3 ل 10 من 4 ل 10 فهي فعليا بدل ما تكون 10 زائد 10 زائد 10 10 مرات هي عباره عن 10 زائد 9 زائد 8 زائد 7 زائد 5 مش مفروض مجموع هدول لا القانون تاع مجموع هدول هو ان ضرب ان زائد 1 تقسيم 2 تمام؟ فهي هاي الكومبلكس بس هاي شو بتمثل؟ يعني لو نفرطها حتطلع ان تربيع ان تربيع 2 زائد ان على 2 تمام؟ هلا لما بحكي لك ان تربيع زائد ان ما تحكي لي انت الكومبلكس ان تربيع زائد ان خذ الاكبر دائما الأكبر هي التربيع فهي أصلا كلها بننساها من الموضوع لما حكيت لكم أنا إذا كان إشي تقسيم اثنين ما بقش تقسيم اثنين فبتخلي لي بالنهاية تحكي لي إنه الكومبلكس تاعتها أوف إن تربيع مش أوف إن اثنين أوف إن تربيع تمام فدائما خذوا الأكبر بدون الأشياء اللي جنب ففعليا حتى هاي الكومبلكس تاعتها أوف إن تربيع هلا أوكي هاي أسمع منها بس على أرقام كثير كبيرة ما في فرق كثير بيناتهم فخلص احكي عنهم تنتين إن تربيع تمام عندك ان وفي عندك واي لوب شرط انه كل مره نقص واحد لحد ما تضل طول هي اكبر من واحد اكبر من صفر فلو كانت 10 حيضل يمشي 10 خطوات بعدين يخلص ففعليا هاي بتعمل ان خطوات عشان تخلص تمام هلا هاي بتفرق شوي عندك ان طول ما ان اكبر من صفر كل مره اقسم ال ان على 2 انا هاي مش قصدي فيها ان تقسيم 2 قصدي ان تقسيم تساوي تمام ما بتفرق كثير يعني بتحكي عن ان وان زائد واحد لو بنفذ بدون ما يخش على الشرط معاك بس بتحكي لي عن الفرق بين ان وان زائد واحد طيب. انا بحكي لك لو ان وان زائد 20 انساها يعني انه الارقام الجانبيه هي انساها كلها تمام طيب الان تقسيم الاثنين كم تتوقع يكون الكومبلكس بتاعتنا؟ ايه؟ جذر ال ان لوج ال لوج ال ان و ان تقسيم اثنين اي وحده ان ناقص ان ناقص ناقص ان تقسيم كل مره بقسم على الان بقسم على اثنين لحد ما تصير صفر او اقل ما في مستحيل طبعا عندك انت الان مثلا
تصير صفر تمام كل مره تصير 25 ثاني مره راح تصير 12 بعدين 6 بعدين 3 بعدين 1 بعدين 6 في تقريبا عندنا 5 خطوات صح لو عندك ال1000 عشان تخليها تحط صفر 1000 بدل 500 52 125 63 31 بعدين 15 بعدين 7 بعدين 3 بعدين 1 بعدين 0 دول تقريبا يعني 10 او 11 دول 5 او 6 خطوات هلا فعليا دائما الجواب هو لوك يعني لوك ال1000 هلا لوك كاف اللوك بكتبكم لوك 5 25 اساس الاساس 5 معناها 5 هو كم تعطيك 25 فالجواب هون 2 صح؟ الجواب هون 2 معناها 5 هو 2 تعطيك 25 فاللوك اللي بحكي عنها هي لوك اساس 2 فلوك 1024 اساس 2 كم؟ هي 10 2 هو 10 تعطيك 1024 صح؟ فلوك ال1000 او لوك ال1024 هو 10 تمام؟ هلا لوك ال1000 قريب كثير من لوك ال1024 وانا قلت لكم لو كانت الكومبلكس تي ان وعندك ان زائد 1 او ان ناقص 1 ما بتفرق معك كثير ف يعني الاقرب شيء للجواب هون اللي هو لوك ال1000 مش اقرب اقرب بواحد او باثنين مش انه اقرب كثير كثير فعشان هيك الكومبلكس تي بهي الحاله هي لوك ال1000 تمام؟ لوك ال1000 كثير شيء محترم يعني إذا عندك 10 قوة 9 السؤال في الـ A 10 قوة 9 أو الـ N 10 قوة 9 بدل ما تمشي لوك الـ 1 10 قوة 9 لو كان في عندك حل بيمشي بلوك الـ N أنت بدل ما تمشي 10 قوة 9 أو طبعا 10 قوة 9 عشان تمشي لوك 10 قوة 9 ممكن تقعد ساعات تمام؟ لوك الـ N بياخدها تقريبا 20-25 خطوة فأنت بدل ما تمشي 10 قوة 9 خطوة تقعد ساعات على الجهاز حرفياً ساعات تمشي 25 خطوة 10 قوة 18 هاي بدها سنوات عشان تخلص على لو مشيت لوك الواحد 10 قوة 18 بدها سنوات عشان تخلص على الجهاز تمام؟ على لو كان عندك الخوارزمية تاعتك تمشي لوك الـ N هي حتمشي في حوالي يعني مش عارف توصل 60 هاي 30 وهاي حوالي 64 خطوة فانت 10 قوة 18 كلها لو كان عندك سؤال خوارزمية تمشي ب 64 خطوة اكيد احسن لك من سنوات صح؟ عشان هيك احنا بنتعلم هون الخوارزميات هاي تمام؟ فلو سؤال بالضبط الشيء ان بيكون بتجرب شغلات اصلا لوك ان سكوير لوك ان هاي شغلة تمام؟ نفس الشيء الفور لوب اللي تحت هاي الفور لوب هاي بتحكي لك انت بلش من واحد طول ما الاي اقل من ان وكل مره اضرب الاي في اثنين فانت تمشي واحد اثنين اربعه ثمانيه 16 32 لحد توصل ان او تصير اقل اكبر من ان فبرضه هاي لوب تمام يعني لو كانت الان 1000 هتمشي واحد اثنين اربعه ثمانيه لحد 1024 بس 1024 حيطلع من هاي اللوب بيكون بيجي 10 خطوات تمام فهاي برضه لوب ال1 فانت عندك حل بيمشي بهذا الشيء بهذا الترتيب ليش قبل شوي لما حكوا لي انه بيمشي اثنينات قلت لكم واحد اثنين كثير صح؟ لانه حكيت لكم ان تقسيم اثنين وان مش بتفرق عن بعض تمام ولما حكيت لي نعمل فور لوب واحده لثنتين قلت لكم برضه ما بتفرق كثير لانه ان وان ان زائد ان برضه ما بتفرق كثير عن بعض تمام فانت اذا بتفرق اوكي اكتب سهل وظبط ولا خليه اسرع بس اذا ما بتفرق كثير خليك على كود ابسط كتابته عشان يسهل عليك تمام يعني مش شطاره اذا كان عندك 10 او 6 عمليات تعملهم 10 عمليات بدل 15 لا اعملهم 15 وتكون اسرع تمام